وفي الأثناء عقد خبراء الاقتصاد في مدينة الفلوجة ندوة حوارية، وذلك لمناقشة أهم الأسباب قول التي أدت إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. ودعا المشاركون في هذه الندوة إلى ضرورة تحقيق إصلاح إداري اقتصادي لإنهاء أزمة الدولار التي كشفت عن هشاشة النظام المصرفي في البلاد. انخفاض في قيمة الدينار مقابل الدولار هو إيذاء لحملة الرواتب بالدينار ولأصحاب الدخول المحدودة وللموظفين وللفقراء. نأمل أن تكون هذه الندوة مفتاحاً من المفاتيح التي يمكن أن تستخدم وتستثمر من قبل الحكومة لإنقاذ العملة العراقية التي هي رمز وطني وهي الباب الذي يتلقى منه المواطن لقمة عيشه بكرامة. تناقش في هذه الندوة عدة أسباب أدت إلى ارتفاعه، منها موضوع غلق بعض المصارف التي كانت هي السبب الرئيسي في بيع الدولار وتهريبه أو خروجه خارج العراق عن طريق طرق غير مشروعة.